أطفالنا قاعدة بتشرب من مية المجاري. تفضل شوفوا مية المجاري اللي الناس قاعدة بتعبي منها وبتشرب. هذا مش وضع ولا حل، ولا عمره كان حل. وين الدول العربية؟ زعماء العرب الله أعطاهم كرسي يقعدوا عليه ومنصب اللي خاف الله تحت راية الإسلام. وين الإسلام اللي عندهم؟ الإسلام الموجود وين؟ إحنا صرنا متخاذلين مع الأمريكان، مع إسرائيل. إحنا إسرائيل قاعدة مش حرب حماس، ولا يمكن تكون هذه حرب حماس. هذه حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمل، من نساء، من أطفال، من كبار السن. هذا شيء لا يطاق. والله يا خالتي ما بنقدر. والله الطبيخ خبيزة بنأكله بالمعلقة. الطبق يعني في شيء، العدس غالي، السكر غالي، الطحين الذرة اللي كنت أشتريها للصوص بأربعة شيكل صار الحين 1,200,000. خلطة حمام، يعني خلطة حمام فيها ما تاخذنيش شعير وذرة مصرية وعلف، يعني إيش الواحد ببيعوه 120 شيكل؟ إيش الحياة؟ الوضع الوضع المعيشي مأساوي 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 جدا. لا أكل لا شرب، الأطفال بطلب الخبز بنعجن الحبوب، الحيوانات بتاكلهاش، إحنا صرنا ناكلها عشان الأطفال جعانين والنسوان جعانات والمجاري طافحة علينا والمية معدومة، ما فيش عيشة، في موت.